أكد الدكتور رائد محمد بن شمس المدير العام لمعهد الإدارة العامة أن مسابقة الابتكار الحكومي فكرة عكست الرؤية الطموحة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الرامية إلى تهيئة بيئة حكومية تنافسية تعزز جودة مشاريع منظومة العمل الحكومي وترتقي بمستوى وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين على أرض مملكة البحرين. وقال دكتور بن شمس إن توجيه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للوزارات والجهات الحكومية لدراسة إدراج الأفكار المشاركة ضمن مبادراتها ومشاريعها يبرز حرص سموه على توظيف الأفكار المتجددة والمبادرات الوطنية المبتكرة في الارتقاء بالعمل الحكومي وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وأوضح أن إدراج مبادرات جديدة مبتكرة ضمن الخطط والمشاريع الحكومية المستقبلية من شأنه أن يرفع من كفاءة منظومة العمل الحكومي ويخلق ثقافة عمل مؤسسي متجددة قائمة على الابتكار والإبداع ومواكبة الطموحات الوطنية برؤية واعدة من شأنها الحفاظ على كفاءة القطاع العام وتعزيز استدامة الموارد الحكومية.